إفهم أحلى راديو 9:07 صباح الأنوار. صباح الأنوار عليه صباح الأنوار. مساء الخيرات مساء الأنوار للناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم. مساء الخيرات للناس اللي تتابع فينا على الفاش فيسبوك راديو إفهم ولا على الشين إفهم تي في على اليوتيوب. الربح طريقه سهل، هو إتوال 600 إتوال واحد دياز، ما تبدلش حتى موجة. الربح معنا على 3 قرعات. قرعة الأولانية إذا كان اسمك فيها خرج تكون أنت واحد من المتبارين اللي بشكون موجود معنا بشراب معنا 600 دينار. إذا كان اسمك خرج في القرعة الثانية بشكون واحد من البتاتر يكونوا فايزين على الديجيتال زادة 600 ألف كل يوم 7 على 7. إذا اسمك خرج في القرعة الثالثة بشكون واحد من اللي بشيربحوا على تيلة السنة سيارة بيكانتو قيمتها 40 ألف دينار من أهداء اتصالات تونس. حلقة 23 أوت 2021 بدينا بصباح الخيرات وصباح الأنوار. ما نعرفش عليش معناها مش في مخي صباح أكيد كمان اليوم مش في مخي. وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا خدوا يصبح صباحهم مبروك. إن شاء الله يصبح صباحهم يا ربي مبروك. فرحان برشا أنا اليوم اللي بيش يرافقوني في هالمغامرة متاع اليوم بيش يرافقوني لأنهم عندهم وظيفة مساعد قائد الطائرة. قائد الطائرة باش يكون واحد من المتبارين وهما وظيفتهم انهم يعاونوه ويساعدوه باش يوريوه الطريق الصحيح لل 600 دينار. فرحان برشا باستقبال أميمة بن حفصية. عسلامة عسلامة وليد، ونقول لهم راكم اسمعونا في افهم خاطر كلكم ربحين. كلكم ربحين كلمة صحيح. ما فما حتى واحد يروح معنا خاسر. ما فما حتى حد يروح خاسر خاطر حتى الخاسر عنده بونداشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. مريم الساقع عسلامة. هلو وليد. صباح. صباح عسلامة الناس الكل، شنحوي لكم؟ صحة بخير في فورما. الحمد لله الحمد لله. حاضرة لمساعدة مساعدة قائد الطائرة معناها. بيان سور بيان سور. في إطار. جاية في فورما على الآخر اليوم. معناها اليوم باش تحدوا ميمة بن حفصة هي. في بالك ولا؟ أميمة محاضرة دروسها بيتها ليلة كاملة وهي تقرأ. أنا جاية أون فورم سبيسيالمون لأميمة اليوم. وتفاسكي. أنا ولاو يريفزوا لي الكل. كله. كل يريفزوا لي. يلا سيدي مباشرة أنا باش نمشي للسرس ولاية الكيف. هي ربة بيت ومتزوجة. أنا اليوم اكتشفت حاجة ما دولي قبيلك فريق الأعداد المتبارين الكل اكتشفت لي كلهم جنس لطيف اليوم. باش نلعب مع كل معناها نساء وبلادي اليوم. دونك باش نبدا مع مدام جليله الرزقي. مرحبا بك مدام جليله. مرحبا بك عايشه. صافا صحه بخير مدام جليله. والله الحمد لله عايشه. هيا به. ما عندك صغيرات مدام جليله؟ عندي بنيه وليد. عندك بنيه وليد ربي يفضلهم لك. مالها العشاء طيب باز؟ باز العشاء طيب في الكيف نتصور راه امورك واضحه. ها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. صحة وبشفاء صحة وبشفاء يعني. من مدام راهو عندنا منشط اللطف على ماكلة ريت المو جيعان نخمم في نهار غدوة معناها بلاص نقول لهم صباح مساء الخيرات نقول لهم صباح الخير طيب مخي تعشيت شو يعمل شو يعمل شو يعمل مدام جليلة باهي ديريكت من الكيف. أنا باش نمشي للباجة تستور ماهوش بعد على بعضهم زوز ولايات باش نمشي لمدام كلثوم همامي. مرحبا بك مدام كلثوم. الو مدام كلثوم. مدام كلثوم مدام كلثوم ظهر لي ماشي معانا مدام كلثوم. كان نخلي فريق الاعداد يعاود يتصل بها معانا. نعاودو نرجعولها مدام كلثوم علقت التليفون. ان شاء الله المناخير بيه. مدام جليله مدام جليله الو. حتى مدام جليله ظهر لي تقصر خط ملا فما اشكال. خلينا نخرجوا بوب ولا تعاودوا تتصلوا بهم. اوكي نعاودوا ملا خليكم مع مريم الساقة ومام بن حفصية اللي طول نلقاو المتبارين نتاعنا. انا نحب انا نعمل حكيلي. سبيتش باش نقنع العبيد تلعب معايا. اي باش نقول لهم البزر مرات الاخرى ما زهرش معايا. اليوم راني بيتا نترينا. اي دونك اختاروني انا. معناها السرعه في الانجاز اليوم. اليوم سرعه في الانجاز وراني بيتا الريفز عندي 3 ايام. ان شاء الله ما تشدكش كروم ماسك الفيديه يذول لي. مريم ساقة حاضره للتحدي. انا سوبر حاضره. رقدت قيلت بالكدا جيت اون فورم. الفايده ريفست دروسك راه مش فايده ريفست دروسي ما تصعبوهاش علينا برشا. انا باش نخرجوا ترتيحه مع الموسيقى لو طون للمتبارين نعاودوا نتحصلوا عليهم حاجه خارجه على نطاقنا. باش نخرجوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى راجعين من ما تبعدوش.
العب يلا مع وليد زريات كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 للعشرة متاع الليل على EFM أحلى راديو. 9:15 دقيقة على EFM أحلى راديو، مازلنا مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. عودنا تحصلنا على مدام جليلة وعلى مدام كلثوم. مدام جليلة شنو أحوالك؟ الحمد لله عايش. شدك التليفون وكالفلسة الحمراء بعد عليها جملة، اتفقنا؟ نعم شديت التليفون. صحيح. مدام كلثوم. نسعى فيك. لاباس، أنا ما سلمتش عليك قبيلك خاطر التليفون تعلق قبل ما نخلط نكلمك، دونك من تستور باجا شنو الأحوال الساعة في باجا؟ نعم أي باه في فورما، قوي لي مالك الصوت واعطيني الفرحة متاع أنك باش تروح رابحة كلك سوا لي كونديسيون. ان شاء الله. صحيت وكل الفلسه الحمراء ما تمسوهاش جمله جمله بجاه ربي، خلينا نكمل الحصه. باي اي معايا اميمه بن حفصيه ومريم الساق، الزوز باش يلعبوا معاكم، دونك عندكم سؤال سؤال اللي باش تجاوب عليه في اقل وقت والاجوبه يكونوا صحاح عندها حريه الاختيار مع شكون تحب تلعب. هو سؤال جوست باش تختاروا به مع شكون تحبوا تلعبوا، شكون باش يعاونكم معنا في بقيه الاسئله. حاضرين؟ اي نبدا. نبدا بمدام جليله. مدام جليله السؤال اللي كنتي عندك 10 ثواني الاجوبه لازمهم يكونوا في صح في صح. حاضره؟ حاضره. السؤال يقول شنو ثلاثه كلمات اللي تقولهم لشريك حياتك كي يحكي لك على جمال انسان مشهور؟ في صح محليك. يا ما لحظه يا مدام جليله. نعم بالله يفهمني سؤال بكدا. باهي هو توا السؤال انت معناه ما جاوبتش عليه. ساعه اميمه بن حفصيه قاعده تلعب بالتليفون، تلمو مهتمه بالاميسيون. نحي التليفون. نحي التليفون. حط ديريكت تبعكم. باهي مدام جليله سالتك سؤال، قلت لي نقول للراجل محليك، قلت لك شنو ثلاثه كلمات اللي تقولهم لشريك حياتك كي يحكي لك على انسانه مشهوره هكا يقول لك والله محليها مونيكا بيلوتشي. مونيكا بيلوتشي تقول له محليك؟ ليه؟ ليه قدر ليه ليه؟ ليه؟ بالقلايه نصور تجبد له العيوب نتاعها الكلنا حتى كان ما عندهاش ولي في خارج اطار اللعبه. كان عاود نسالوا لك السؤال هذا، شنو تقول شنو شنو من الحاجات اللي تقولهم؟ شنو الحاجات تقولهم له كان يجي يقول لك بار اكزومبل والله ملا مونيكا بيلوتشي محليها على وحده مثلا يقولوا مشهوره؟ اي اش تعمل له؟ نقول له لا على وحده مشهوره. تقول له شيء؟ تقعد ساكته؟ لا ما نقعد ساكته، نقول له حاجه، نقول له يعطيك الصحه وتعبت ووصلت. والله يعطيك الصحه مدام، قلبك كبير والله. قلبك كبير مدام جميل. نشجعوا المشهورين. شجع يا مدام جليله. بيه باش نمشي لكلثوم. كلثوم ما زلت معانا حاضرة؟ أعطيني ابتسامة عريضة ساعة، حاسك مغش أنت، شبيك مغش؟ شكون غشك؟ أحكي لي شكون غشك؟ ما إحنا ماك تعرف اسمنا ابتسامة فهم، لازمك ملي تهز تليفون وأنت تضحك. أي به مدام كلثوم. نعم. السؤال متاعك في 10 ثواني تجاوبني بالسرعة القصوى. سؤالك يقول شنو ما ثلاثة أصوات اللي تعملهم كي تاكل مقرونة حارة؟ كاو فما تحرقت صحيت تشويت. باش نعتبر الإجابة صحيحة على خاطر مدام جليلة ما جاوبتش على السؤال الأولاني، ما خلطتش على السؤال الأولاني. دو كلثوم عندك حرية الاختيار، تحب تلعب مع مريم الساقة ولا مع أميمة بن حفصية؟ أميمة بن حفصية. تحب تلعب مع أميمة بن حفصية، دونك جليلة باش تلعب مع مريم الساقة، اتفقنا؟ مدام جليلة بقدرة ربي رابحين. إن شاء الله. إن شاء الله خاطرك. باهي. لا كلثوم ولا جليلة باش تقعدوا تسمعوا السؤال هذا، يهم البنات اللي موجودين في البلاتو هما بركة يجاوبوا عليه، انتم تقعدوا تسمعوا فقط، هو سؤال للأولوية. نقعدوا نسمعوا كهو. انتم تقعدوا تسمعوا، هما عليهم كان يجاوبوا بالصحيح باش يخولوا لكم انكم تجاوبوا على السؤال اللي على النقاط. البنات يديكم على البزر. السؤال يقول
شنو الرمز الدولي لرقم الهاتف التونسي؟ أميمة بن حفصة يسرع في الإنجاز. شنو؟ 00216. جواب صحيح أميمة بن حفصة. دونك أنت شكون معك مدام جليلة؟ معينا مدام جليلة. كلثوم. دونك كلثوم أنت وأميمة. كلثوم نفسك به تو. أميمة وصلتك للسؤال اللي على النقاط. السؤال هذايا أنت اللي تاخذ فيه القرار في 30 ثانية تتشاور فيهم أنت وأميمة وتعطيها الجواب النهائي. كان هي نجمة تتعاونك تعاونك، كم غلطتك تتحمل مسؤولية قرارك. اتفقنا؟ حاضرين؟ حاضر أميمة. هيا كلثوم نحبك خدرك على اسم أمي فيشوف لي حل. يلا يلا نكسر وإحنا تحية النعومي به. السؤال يقول شنية اللعبة اللي في النسخة التونسية متاحة نهج لحبيب بورقيبة يسوى 40,000؟ الاقتراحات الدامة، مونوبولي، أم الشطرنج؟ المونوبولي. مدام كلثوم انت شنو تقول؟ ثانية. جينابل. شنو؟ جينابل. عاود اقرأ لها سؤال. شنو اللعبة اللي في النسخة التونسية منها نهج لحبيب بورقيبة يسوى 40,000؟ اقرأ لها الاقتراحات. الاقتراحات شطرنج ولا مونوبولي ولا دامة؟ 5 ثواني 4 ثواني. قول مونوبولي. يلعب يلا. مونوبولي. مونوبولي. انت ما تعرفهمش؟ تعرف الشطرنج كلثوم ولا؟ الشطرنج. تعرف الشطرنج؟ تعرف دامة؟ لا. ومي ما تعرف دامة؟ ما فيهاش راه حبيب بورقيبة الدامة؟ لا متأكدة اني ما فيهاش. لم اما مونوبولي خاطر ديما نلعبوا مع اصحابنا وكل دونك نورمالمون ساعه كل شويه راه دام الحق بيان سو دام كل شويه وكل ورات. كلثوم زعما زربت شويه وميمه كاثرت عليك ان شاء الله لي. تريسيتني وانا قديش كنت متأكدة من جوابي انا بدي اتأكد. قلت معناها ما دب جاوبت بالسرعة هذيك. انا سرعة في الخمسة ثواني الاخرانين. هي ما ديريكت انت قلت مونوبولي من الثانية الاولى قلت لها مونوبولي. اوكي شطرنج ما هو الجواب صحيح. متفقين؟ تبقى قدامها كل شوارع وكل ورات. شوارع طافية. يا شوارع طافية. اي 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 يا كلثوم. وي ما عادش تعطي الثقة المفرطة كيك ها؟ أما المرة ذي حطيتها في بلاصتها ثقة المفرطة خاطر جواب هو مونوبولي. عندك نقطة يا كلثوم. هاي فيق لي عاد كلثوم عاد حبيت نفجعك بالعاني باش هكا يا أخي فجعتني أنا يا أخي وميمة شوية لا تشلت أنت قاعد تصفى به. لا جليلة. نعم. مريم سقى ساكتة راهو خاطر ما جات مسكينة مريضة شوية نعذرها اليوم معناها عليك كانت حرحرها تو شوية هكا تفيقها. ليه مركزة مركزة في الأسئلة في الأسئلة مركزة في الأسئلة مركزة خلي تركيزي للأسئلة يا سي وليد. حاضر به. سؤال مرة أخرى يهم البنات اللي موجودين في البلاتو. كلثوم وجليلة تقعدوا تسمعوا البنات يديكم على البزار. سؤال يقول شنو هو العدد الأكبر بين إلا 150 وإلا 160؟ إلا 150. إلا 150. جواب متاعك ما تعرفش جاوبتك هيك بالزهر ها؟ اسمع خاطر صدق حلويز ديما يقول لي أنت ما تفهمش شيء في المات اللي يجي في مخك عمل عكس. تحية تحية البزدوك صديق من العزيز والمعلم صدق حلويز به جاوبك صحيح. برافو. إلا 150 في الأعداد كي تبدأ في الموا ديما الصغير هو الكبير. دونك إلا 150 هو الجواب الصحيح. مرة أخرى يا كلثوم باش تعاود تلعب. كلثوم مازال عندنا شانس اخرى احنا هنا ومدام جليله. انت ومدام جليله لازم هما يجاوبوا بالغلط باش تعاودوا ترجعوا لل نرجعوا تعادوا صحيح. كلثوم 30 ثانيه يفصلوك على 600,000. حاضره. سؤال يقول وميمه شجعها شنو هي اصل البيبيروني؟
إيطالي يوناني أم أمريكي؟ نعم البيبيروني. البيبيروني البيبيروني إيطالي يوناني أم أمريكي؟ عندكم 30 ثانية، ما زالوا منهم 20. أنا اليوناني نستبعدها، أمريكي منعرفش خاطر في الأمريك لاتين يكلوه كل، والإيطالي زاد نجم يكون. أنا 10 ثواني أنتخ أمريكي وإيطالي منعرفش. 5 فيسا كالثوم العب يا لاش. قلت إيطاليا إيطالي. إيطالي جواب إيطالي. إيطالي قالت كالثوم بيبيروني. وميمة سندتها. برافو ميمة، جواب غلط. ليه خاطر هو أمريكي دونك أمريكي. ليه ما سندتش إيطالي؟ قلت ليه أمريكي خاطر قلت لأمريك لاتين. تذكر مدام جليلة قلت لك خلينا للآخر احنا. فرصة أخرى، فرصة أخرى للتعادل، فرصة أخرى للتعادل. مرة أخرى البنات يديكم على البوزر. سؤال يقول شنية جنسية الموسيقي والعازف بيتهوفن؟ مريم السق بيتهوفن. جواب الغالد أوتوماتيك ما أعطيني الجواب. نزلت على البزور وقاعد أعطيك ثواني اللي نرمانوه من أعطيهم لكش. فرنساوي. فرنساوي. وما ما بنحفزيش تقول أنت بيتهوفن ما تعرفش. نعرف هالمعلومة ذيك اللي منرفزني طب. هو ماهوش أمريكي وماهوش فرنساوي، هو ألماني. جواب غلط. لا ألماني غلط. دونك ما نعرفش سيد معاد. نمشي أوتوماتيكما الأميمة هكا ولا أوتوماتيكما الأميمة. 30 ثانية مرة أخرى أميمة ومدام كلثوم يفصلوكم على 600 في بالك خايفة على الأخر دينار. ليه تكون عندي في الباك يا أميمة؟ ليلتي ليلة ما مش تقولي متعرفش بيتهوفن ليه مش تكبدي. السؤال يقول شنية لون التاكسي في لندرا؟ الاقتراحات أصفر أبيض أم أسود يا كلثوم؟ جاوبها فيسع. عندكم أنا نقول أسود يا كلثوم. أسود. سيي يلعب يلا كلمة كلخرة سيبون. متأكدة كلثوم؟ أسود أي متأكدة. يلعب يلا. أي شفت فيه يلعب يلا أسود. الأصفر وين؟ في تونس. في تونس. والأبيض وين؟ ما بيذكي كم عنديش فكرة هنا. ما عمري ملي تاكسي بيضا هنا يظهرلي. في دبي؟ مشينيش كيفك سي وليد برشا مرات لدبي خلال مرة. خاطيني اللي تفرجت عليه في التلف. يزي بركة ما تروحش منها. في الأسود مش في مصر؟ ها؟ عندي 15 سنة ما مشيت. يا كلثوم. نعم. أنت تو إيش تعمل في الدنيا؟ نخدم. تخدم. تخدم يا كلثوم. جاوك زوز فرص كلثوم، مرتين تجيك الفرصة باش تربح 600 ألف. المرة الأولى زربتو إيطالي طلع مش إيطالي. وفما المونوبولي هكا ولا إيه؟ إي. زادة كيف كيف، قلت لها دامة أنت. توا أميمة قالت لك أسود. ألور كنتي ماكش متأكدة من الإجابة. صحيح ولا إيه؟ متأكدة. متأكدة للتاكسيات في لندرا كحل؟ ها؟ به كلثوم. نعم. شنو العشاء في الدار؟ لحقيقة مقرونة. مقرونة بيش؟ والله مقرونة بالدجاج. تعشيت صحيح؟ هاي ما تنقصش برشا خاطرك ربحت 600 دينار من هديتك. سلام تونس، مبروكين عليك. جواب هو أسود. دونك أسود هو الجواب الصحيح. برافو أميمة بن حفصية، ربحت كلثوم 600 دينار من أداء اتصالات تونس. كلثوم نخلي لك مود لفا على شكون تحب تسلم. والله نسلم على أمي برشا. أي. وعلى أخواتي وعلى أصحابي ونشكركم أنتم برشا برشا. يا عايشك مدام جليلة زدارك ربحت 600 دينار. يا عايشك يا كلثوم. لا جليلة ما زلت معانا؟ اي انت زاده راك ربحت بوند اشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. مبروكين عليك يا مدام جليله. على شكون تحب تسلم؟
على شكون تحب تسلم؟ اي نسلم على امي واخواتي كهو احنا ليه طفينا الا جليله ولادي بحذايا قداش مسوقين من العشوه من اللي طلبتون سلم لنا عليهم بوسهم لي الكل وان شاء الله مبروكين عليك ال 100 دينار من اداء اتصالات تونس اللي ما راح حتى حد مغشش معاها كلكو سوا لي كونديسيون لعبت على ديجيتال كنت واحد من المتبارين ولا ان شاء الله يكون اسمك يخرج في القرعه الثالثه اللي هي كيا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار ترجيحه صغيره مع البوب ما تبعدوش راجعين كي المراه كي الراجل كي المعرس كي العازب كي الكبير كي الصغير الكلنا قلقين في الدين ونعيشوا في نفس الروتين تخيل عاد تونسي وريكش في دار ودوب ما تحليل وانت هكيك قلق وضربك الكسيد على خاطر مع الكوفر فو كل شيء تسكر في البلاد برانشي روحك على اي اف ام وتابعونا في الاميسيون الجديده والعب يلا من الاثنين للجمعه من 9 للعشرة متاع الليل اضحك والعب شارك وحاول على الاسئله تجاوب اربح بالكبير مع اتصالات تونس وراديو اي اف ام وكل واحد من الفايزين يوميا كومبوزي اتوال 600 اتوال 1 دياز من تليفونك باش تشارك وتربح 600 دينار وتدخل في السحب اللي نجم يربحك كيا بيكانتو بقيمه 40 مليون العب يلا على اي اف ام احلى راديو العب يلا مع وليد زرياط كل يوم من الاثنين للجمعة من التسعة للعشرة متاع الليل على اي اف ام احلى راديو التسعة واثنين وثلاثين دقيقة على اي اف ام احلى راديو مازلنا مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل بالربح مع اتصالات تونس حتى حد ما يروح مغشش كيا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار كان اسمك خرج في القرعة الثالثة كان اسمك خرج في القرعة الثانية راك باش تكون واحد من الرابحين في الديجيتال 600 دينار كاش اليوم للمتبارين باش نمشي لل من بنوقفنا احنا في الكيف في الكيف قبيلك باجا باجا من الكيف مشينا لباجا توا ديريكتومون باش نمشي للصفاقس ربة بيت متزوجة مدام فاطمة بن حسن مدام فاطمة شنو حوالك؟ ايا قوي لك الصوت عاد و ها؟ الو حسنة شنو حوالك؟ الحمد لله شحالك انت؟ والله يا غالية هاني بخير يا غالية انت شحالك ترى قول لي شحالك اي هاي باش تربح هذا اليوم نحبك فرحانة شيخة اي ها؟ اكيد ان شاء الله نحب صفاقس كل غالية تو كلها شيخة اتفقنا يلا سيدي من صفاقس باش نمشي المنوبة مربية في حضانة مدرسية عمرها 25 سنة مدام ربيب شنو احوالك؟ عسلامة سافا الحمد لله الصحة بخير في فورما عايشك في فورما اليوم عنا مدام فاطمة من صفاقس ومدام رباب من منوبة الجو سهلة مهلة باش نعطيكم كل واحدة سؤال على 10 ثواني على 10 ثواني جاوبوني جوابات صحيحة اللي بيجاوب في أقل وقت وجواباتها يكون صحيحة عنده حرية الاختيار تلعب مع أمام بن حفصية ولا مريم السق أوكي رباب أوف. نعم حاضرة باش نبدا بيك وي يا يلا سؤالك يقول سمي لي ثلاثة أسامي أولاد بحرف الحاء حليم حاتم حسين حليم حاتم حسين ايه بسرعة في الإنجاز رباب صحيح مدام فاطمة ما زلت موجودة معنا أكيد في قداش من ثانية عملت رباب في 4 ثواني دونك مدام فاطمة لازمك في 3 ثواني انت باش نجم تغلب رباب اتفقنا اوكي سؤالك يقول شنو اول 3 حاجات تقولهم كي راجلك يجيب لك الفطور للفرش يعيشك لبسها لك ليه نحبك يا اوه لا قلبك في 2 ثواني قلبك صارت ولا ما صارتش لحقيق يا مدام فاطمة صارت هذايا جاي الفطور الصباح للفرش وشوية دليل ولا اي صارت يا غالي يا غالي سلمنا عليه الغالي ها اي مدام فاطمة ما شكون تحب تلعب مع مريم السقا والا مع اميمة بن حفصية مع اميمة يلا يا فاطمة مع اميمة رباب انت مع معايا رباب مريم
باهي. السؤال هذا يهم البنات اللي موجودين في البلاتو، انتم تقعدوا تسمعوا فقط. اوكي يلا أميمة مريم ايديكم على البوزر. سؤال يقول كمل المثل، العزوزة هز الواد وهي تقول العام صعب، وهي تقول العام صعب، العزوزة هز واد وتقول العام صعب، اللي هي منين جبتها؟ اللي كل واحد كيفاش يقولها، مانيش كل فرد بلاد. نعتبرو جواب صحيح رغم اللي قاعد نتلكش لها. عليك ربي زيد تلكش لها شويه وليد. سخفتني لا ريت يا اخي انا يلا جواب صحيح. جواب صحيح وتقول العام صعب. وميمة بن حفصية في فورما اليوم. خذني بالنفس تو نخسر الارقام الكل تو. دونك انت معك مدام مدام فاطمة هكا ولا؟ أنا معايا مدام رباب. وأنت معاك مدام رباب، دونك أميمة مدام فاطمة حضروا لي رواحكم 30 ثانية تشاوروا فيهم أنت وأميمة بن حفصية، تعطيها الجواب النهائي وهي تجاوب وتاخذوا نقطة. أوكي. سؤال يقول من بين البلدان هذه أنا هي اللي اسم عاصمتها مش على اسمها. الاقتراحات لوكسمبورغ، جيبوتي، أم الفلبين؟ أميمة شاورو مازال 20 ثانية. أنا نقول جيبوتي نعرفش. مدام فاطمة شاور أنت وأميمة باش توصلوا الجواب، مازال 10 ثواني راهو. أنا نقول جيبوتي ما نعرفش. خمسة مانيش سوري. أربعة فاطمة جيبوتي. جيبوتي مانيش متأكدة راهو. سامحني مدام فاطمة كان غلطتك بالحق، ما انا ما عنديش المعلومة. سامحني مدام فاطمة كان غلطتك. خاطر نعرف لوكسمبورغ بالحق. تسلك فيها انت يا فاطمة. تسلك فيها. سامحني مدام فاطمة كان غلطتك بالحق. جافيت موميوش يا فاطمة كان غلطتك. سامحها لحقيقة. سامحها. اي مالا سامحها. اي مالا سامحها خاطر جاوب غلط. هي الفلبين. سامحتها. سمحت جربي سمحت تريبيا. تريبيا يلا مرة أخرى البنات. البنات مرة أخرى ديكم على البزر. سؤال يهمكم انتوما. السؤال يقول هذا سهل عاد، شنو اسم الكامل المطار تونس كارتاج؟ عنده اسم كامل. هاي المطار الدولي لتونس قرطاج. قاشك المطار الدولي. نعرفش مريم اني مروحه كامل العب. انا اليوم حسيت روحي نعدي في الباك بالرسمي. شو اسمه المطار؟ هو قالت هي قالت الكلمات الكل من الكل مخلبزين. الجواب باش نعتبره غلط خاطر هو مطار تونس قرطاج الدولي. مطار دولي قرطاج. وسهلت لك انا قلت لك قرطاج معناها سهلت لك عطيتك شطر للجواب. هو مطار تونس قرطاج الدولي. الجواب نتاعك غلط مريم السقا. حضر لي روحك انت ولا الرباب. رباب عرفتك شطعتيني نفس عرفتك. حاضرة حاضرة رباب 30 ثانية. رباب ركزي لازمنا نربحوا توا عاد ان شاء الله. باهي. السؤال يقول وميمة جات في فرما ياسر اليوم. سؤال يقول من بين الافلام هذه انا هو مش فيلم رعب. ديستيناسيون فينال، انسبسيون، والا سو. ربيب انا نعرف سو ياسر يخوف معناتها ثريلر معناتها يخوف على الاخر. ديستيناسيون فينال ما نعرفهاش، وكيف كيف انسبسيون ما نعرفهاش معناتها نحبك تعاوني كان عندك فكره. 10 ثواني ظهر لي سؤال الاجابه الاولى. ديستيناسيون فينال. ايه متاكده بالمعلمة. العب يلا. من بين الافلام هذه انا هو مش فيلم رعب. ديستيناسيون فينال ولا انسيبسيون ولا سو؟ قلتوا ديستيناسيون فينال. انا نحبك بعد ما توفى الاميسيون نورمال ما باش تقعد تفرج ياسر في ديستيناسيون فينال. تحفونا. ها سيري ولا فيلم هاو؟ بما انه جواب غلط دونك باش تقعد في الرعب. جواب غلط ماهوش ديستيناسيون فينال هو انسيبسيون. ديستيناسيون فينال فيلم رعب.
فيلم رعب وفيه برشا اجزاء ويخوف برشا. ما تعرفش ديستنيشن فينا ما نكرههم ما نحبهمش افلام الرعب. فاينل ديستنيشن بالحق ما نحبهمش ونولي تروماتيزيك نفرش فيه. باه مره اخرى تعادل يتواصل ذا 00 سيد المخرج 00 راه 00 دونك هذا السؤال اللي باش يحسم يكون يحسم الحاسم النتيجة. مرة أخرى أميمة مريم يديكم على البزر. سؤال يقول من بين موريتانيا والنيجر ونيجيريا أنا هي بلاد ماهيش على حدود الجزائر. مريم نيجر ولا نيجيريا؟ أعطيني جواب نهائي باش نعطيك ثانية توا واحد جوابك ما كانش نعتبره أميمة نيجيريا. نيجيريا نيجر ولا نيجيريا ما نعرف. بيتو كان جاوبت غالب باش نمشيو برشا سفارة بالموش هذي. جاوب صحيح هو نيجيريا. أوفا رباب نعم 30 ثانية يفصلوك على 600,000. حاضرة هيا رباب عادة حاضرة ولا الأخر. طيب حاضر مريم 30 ثانية حاول أعونها قدر المستطاع. سؤال يقول في كتاب كليلة ودمنا ما تصورش واحد ما قراهش شكون الثور؟ هل هو الملك خادم الملك أم الخائن؟ ربيب ركز لي يا مار ما هوش الملك. الملك خادم الملك ولا الخائن؟ ما هوش الملك ويا خادم الملك يا الخائن. اي شكون تقول انت؟ انا ما نحبش نغلطك الحق. انت شنو تقول؟ ما نحبش نغلطك ما عنديش فكره. ما 5 ثواني 4 3 اعطيني جواب. 3 قولي قولي فيس عربي قولي جواب النهائي شنو؟ النهائي جوابك النهائي شنو نحطو؟ 3 3 شنو 3 الخائن الخائن جواب نهائي. اعطيني جواب نهائي. الخائن قالت الخائن الجواب النهائي الخائن. يا رباب انت تأكدت لي ماهوش الملك هكا ولا قريتو كتاب كليلة ودمنا؟ لا ملا كيفاش تأكدت لي ماهوش الملك؟ ما يجيش ثور ملك ما يجيش ثور ملك ما يجيش مستحيل. فقت بيا لي انا البرج نتاعي ثور ما نجيش ملك. انا ما عنديش حق نكون ملك في الحياة. ها انا نجي صح عليك يا ربيب مسالش سالش احنا الثور نقعدوا معنا بين الخائن وخادم الملك. انا تو محتار انا والله قلبي وجعني على السؤال. بدلت مي حطيت سؤال اخر. تعرفني برج الثور والله غاضتني غاضت وروحه والله غاضتني على الاخر. مي يا نمدك كي قلت كل يوم ماكش تتعشى معانا معناها كلكس واحد وكان جاي جاوبك صحيح باش نقول لك غلط راه هو غلط لمحالة. هو موش الخائن ما نجموش كونه على الأقل خادم الملك في الهم عزيء. على الأقل يا ربيب هو خادم الملك الثور هو خادم الملك. باش نعاود نمشي لسؤال براج يجاوبوا عليه صحيح عطيني بربي المعطيات يجاوبوا صحيح. لا نحكي على اللي عنده لما ياخو لما يمشي للسؤال الثالث إذا كان جاوبوا صحيح يربحوا اذا ما جاوبوش صحيح الفريق المنافس هو اللي يربح. به البنات مره اخرى يديكم على البوزار. فاطمه ورباب اقعدوا معايا تسمعوا فقط. وميمه ومريم السؤال يقول شنو هي المدينه العربيه اللي تسميت نسبه للاسكندر الاكبر؟ الاسكندر الاكبر. وميمه مريم شنو هي المدينه العربيه اللي تسميت نسبه للاسكندر الاكبر؟ باش نعمل جواب ديبيل واضح على الاسكندريه هذول. جواب ديبيل واضح وجوابك الديبيل والواضح هذا صحيح. يا كثر لنا بربي قال رياض النهدي من الديبول نتاعك. لا خاطر ما فيش بوكو ديفور فهمت قلت جواب صحيح جواب صحيح. به باش نمشيو للسؤال اللي يفصلكم على النقطة. مدام فاطمة اي عندك 30 ثانية يفصلوك على 600,000. حاضرة؟ حاضرة. يلا سؤال يقول شنو هي الرياضة اللي يمارسها ليبرون جيمس؟ الاقتراحات كرة اليد كرة السلة أم كرة الطائرة؟ ليبرون جيمس
كرة السلة. فاطمة قالت لي كرة السلة. مازال لكم مع 15 ثانية. فاطمة متأكدة راني هنا يا غالية؟ جاوبنا يا غالية. كرة السلة. قالت لي كرة السلة. قالت لي كرة السلة. قلت فاطمة كرة السلة الحقيقة. اي اي قالت لي اي. العب يلا يلا مرجلين يا فاطمة. وي راجلك بحذيك؟ لا لا في الخدمة. في الخدمة. مالا نحبك يروح يلقى عشاء بنين. ما هو مستانس يجيب لك بتي دجنيه للفرش. اي هاك باش تربح تو 600,000 من هدايا اتصالات تونس. نحبو يروح يلقى العشاء طايب بنين هاكا حاجة. أه؟ فاطمة مبروكين عليك 600 دينار على شكون تحب تسلم يا فاطمة؟ نسلم عليكم من الاول ونسلم على العائله. يا عايشك يا فاطمه. سلمنا على صفاقس واهالينا الكل في صفاقس. ان شاء الله مبروكين عليك ال 600 دينار. ربيب مازلت معانا؟ اي مازلت معانا. بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. زاد انت ان شاء الله مبروك عليك. حتى حد ما يروح مغشش. ربيب على شكون تحب تسلم؟ نسلم عليكم محلاها لمتكم ونسلم على دارنا. يا عايشك يا ربيب. سلمنا عليهم الكل. ميرسي بوكو. ان شاء الله مبروك عليك ال 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. الربح متواصل حتى العشرة متاع الليل. ما تبدلوش الموجة. راجعين بعد الفاصل. التسعة وثمانية وربعين دقيقة على اي فيما حردو. هذه العب يلا توصلكم حتى للعشرة متاع الليل بالربح. اتصالات تونس على الموعد كل يوم 600 دينار للفائز. كرهبة كيا بيكاتو قيمتها 40,000 دينار. إذا اسمك خرج في القرعة الثالثة ما تبدوش الموجة. اقعدوا تبعوا اي فيهم ومشيوا للأدريس اللي قلتكم عليها اللي هي اتوال 600 اتوال 1 دياز. خليكم واحد من الفايزين بال 600 وحتى كان خسرت ما يصيرش. عندك 100 دينار بون داشا باهي. فرهدوا ماما فرهدوا فرهدوا باهي. ماشي باش نشري تليفون يوصلك. صحيح فما 100,000 ازازيو. انا على ما نتكلم نصبهم ديريكت. انا باش نمشي ديريكت مول القفصه. مرحبا. تحديدا هي اوبتيسيان ساعة عمرها 28 سنة معرسة وام ثلاثة اطفال. مدام نجاح القاضي شنو احوالك؟ مرحبا مدام نجاح. الحمد لله. شنو احوالك؟ شنو احوال القفصة وشنو احوال السخانة غادي و... ها؟ خانة عاملة فينا الحمد لله. الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. لاباس؟ مستور. باهي اوبتيسيان هكا ولا وانا ناقص نظر نخدم مع اوبتيسيان نصلح لك يعني نخدم مع اوبتيسيان. اسمع انا ناقص نظر راني ماك تعرف بدينا نكبر و... طيب ماشي ايوا نجي معناها ولا مرحبا مرحبا بك. باهي من قفصه ديريكتومون باش نرجع لصفاقس. كنا في صفاقس بعد نرجع. يا مرحبا بصفاقسيه نحبهم برشا. حتى انا نحبهم برشا صفاقسيه. متزوجه زاده وربت منزل مدام زهيره بن عمر. مدام زهيره شو حوالك؟ لا لاباس. حوالك انت خويا؟ الصحه بخير؟ لا لاباس الحمد لله. صحتك انت لاباس؟ والله الحمد لله في خير ونعمه. دونك مدام زهيره هي متزوجه ومدام نجاح متزوجه. دونك الحقيقه الزوز نتمنى لكم معناها تفوزوا بال 600,000. اما كلك سؤال كونديسيون حتى واحده ما فيكم ما يبش تروح مغشه خاطر حتى الخاسر يروح عنده كادو قيمته 100 دينار بون داشا من اهداء اتصالات تونس. يلا مدام نجاح ومدام زهيره حضروا لي رواحكم باش نعطيكم سؤال سؤال في 10 ثواني تعطيوني الاجابات. باش نبدا بك انت يا نجاح. حاضره؟ مرحبا. حاضره. سؤالك يقول سميلي ثلاثة حاجات تعيط بهم لجدك. بابا جدي نقول له. اي ولا ساعات نقول عزيزي كل مرة كيف سميلي. والثالثة؟ بابا جدي وعزيزي. بابا جدي وعزيزي. بابا جدي وعزيزي في 10 ثواني جاوبت عليهم نعتبروهم ثلاثة أجوبة صحيحة. زهيرة ما زلت معايا؟ حاضرة. أي سؤالك يقول سميلي ثلاثة رؤساء شدوا تونس. بن علي برقيبة وباجي قايد سبسي. والباجي قايد سبسي رحمهم الله الثلاثة. في قديش من ثانية يا سيدة المعدة؟ في 4 ثواني. مدام زهيرة نعم عندك حرية الاختيار مع شكون تحب تلعب، مع أميمة بن حفصي ولا مع مريم السقة؟ أميمة بن حفصي.
أميمة بن حفصية. مرحبا يا مدام نجاح. مدام نجاح مازلت معايا ساحيت انت باش تلعب مع مريم الصق، اتفقنا؟ الله. السؤال هذا يهم البنات اللي موجودين في البلاتون، انتم تقعدوا تسمعوا فقط، هو سؤال للأولوية، اللي بتجاوب صحيح من الكرونيكوز هي اللي باش تاخذ الأولوية للمتباري اللي معاها انه يجاوب على السؤال اللي على النقاط. أميمة مريم يديكم على البوزر. سؤال يقول من بين الدلاع والهندي والسفرج انا هي الغلة اللي ما تنضجش، ديما نقراها في الصيف، شكون نزل؟ انتي؟ انا سفرجل بالقوي بربي سماني خطرت الماء بالفينيس شوية لدخت. والله مريدة يا وليد والله، لطف عليك يا ربي، معناها نداء لزوجك العظيم توا تروح تشتاق عملك العشاء وفرحان بيك ودلل فيك وانت تقول له كتلفة كلمات قبيله نحبك ونموت عليك وميرسي. هي تقولهم له وانا مش قلت له، قلت لها قول له الاجوبه بتاع قبيله. قلت السفرجل هكا ولا ايه؟ دونك انت شكون تلعب معاك هكا؟ مدام نجاح. مدام نجاح. مدام نجاح. نعم. جوابها صحيح سفرجل. انا معاك في انا معاك في كل الحالات. به نجاح ومريم عندكم 30 ثانية، سؤال على نقطة، حضروا لي رواحكم. مدام نجاح حضر لي روحك. حاضرة. السؤال يقول وين تنظمت حفلة مايكل جاكسون في تونس؟ الاقتراحات ملعب المنزه، قبة المنزه، وإلا ملعب رادس. مدام نجاح عندكم 30 ثانية تشاور فيهم انت ومريم الساق. في بالي في قبة المنزه، في بالي ولا ملعب في ملعب المنزة. رادس زعما ملعب المنزه. قلت لك في ملعب، في ملعب قبة المنزه، خاطر نفكر وين صغيرة هكا نفكر. 10 ثواني. اش قلت مدام نجاح؟ انا قلت ملعب المنزه. اين نقول لك قبة رادس؟ هي قالت لك في الملعب المنزه. رادس شنو مدخل رادس؟ قبة المنزه سامحني. قالت لك المنزه، هي قالت لك المنزه. هي قالت لي المنزه هيك ومن قبة المنزه هكا. لا هي كونفيرميت ملعب المنزه. ملعب المنزه. نجاح كونفيرميت ملعب المنزه. تمشي معايا ولا؟ اي طول معنا ربي، معنا ربي، معنا ربي والله، معنا ربي. مريم الساقة قالت لك قبة المنزه وانت اصريت على ملعب المنزه. يا مدام نجاح. نعم. احمد ربي ما تبعتهاش، انت تقول الملعب وهي القبة، انت تقول الملعب وهي يا بنتي القبة، بعد مشات الرادس وبعد مش قريب تهزنا الملعب قفصة مع مايكل جاكسون، قريب شوالي غنى ما حرام عليك يا ريقها شيحتهولها المرأة، ريقها شيحتهولها. الحمد لله كي كبشت في جوابك، جوابك صحيح والله كبشت قد والله في بالي في القبة، ما شكون بالحق في القبة. جوابك صحيح ملعب المنزة هو جواب صحيح. شنو وقتها يمكن عمر عام 95 يمكن عمري عام. بشوي بشوي مايكل جاكسون في قبة المنزة؟ في قبة المنزة معناها ما 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 كبيرة شنو؟ مايكل جاكسون كريم بعد مايكل جاكسون ولايات مشيت راهو معناها حتى أمي مايك تصخيب قبة المنزة كيفي مالها؟ معناها احنا نهار اللي مايكل جاكسون الحومة معناها قعدوا فيها زوز من الناس. عزيزي خاطر ما نجمش يمشي وكبر حتى بابو يمشي وظهر شبيه. وانت مشيت وليد؟ ما انا ما مشيتش ما خلطتش ما عنديش حق التذكره. نفكر وقتها قالوا التذكره غاليه وكل عمل بوز في تونس. يلا نقطه نقطه نجاح ومريم الساقه البنات مره صحة. اخرى يديكم على البوزور البنات مره اخرى يديكم على البوزور. مريم وميمة سؤالكم يقول قديش فما من عقرب في المونجيلا؟ انت شو المونجيلا راهو ساعة؟ اعطيني فما مونجيلا فيها حتى ثلاثة عقارب. اعطيني ثلاثة اعطيني جواب. زوز عقارب في المونجيلا. زوز عقارب في المونجيلا. تو انا باش نتشل بحول الله في الميسيون الحلقة اليوم باش نتشل. ثلاثة ثلاثة والثواني نسيتهم هذوك. ثلاثة ثلاثة والله فما نقل فيهم كان زوز بالحق وليد. انت شو المونجيلا؟ فما مونجيلا يبدا فيها، فما مونجيلا حتى فيها كابل. هذيك تلقاها مكسرة. هذيك تحت ومتلف هو يلصقها كيف يعملها. دونك ثلاثة عقارب جوابك غلط باش نمشي. وميمة بن حفصية وميمة بن حفصية ومدام زهيرة حضر روحك لنقطة التعادل، عندكم 30 ثانية باش تعدلوا النتيجة. وميمة ومدام زهيرة اعطيني ضحكة مدام زهيرة عاد. صحي تأكد. يلا سؤال يقول كيفاش توفيت داليدا؟ الاقتراحات حادث سيارة، جريمة قتل، لا لا لا. أم انتحار؟ انتحار انتحار متأكدة معناها. العب يلا. داليدا بعد ما وعدتنا قالت جو فو موغيغ سيغ سين، أنا راني مريضة بداليدا دونك كي بعد عرفت لي انتحرت وكل شيء سي لو شوك دو ما في. يا لطيف قلت وعدتنا وعدتنا
جواب صحيح انتحار، ظاهرين متأكدين من النتيجة. دونك نقطة التعادل، النقطة الحاسمة، توا النقطة الحاسمة. أميمة مريم يديكم على البزور مرة أخرى. مدام زهيرة مدام نجاح تقعدوا تسمعوا فقط. سؤال يقول شنو هو الحيوان اللي مصور على شعار الصيدليات؟ أميمة بن حفصية. لو سيربون ال الحنش. أعتذر من اللغة العربية لأنه الحنش طعبين. أي ذكرتك المنجد قبل كالشزم والفها شزمه هو المنجد هذا كما لاروس فما لاروس فما الآخر فهمت كالمارون لا منجد حاج اسمه هو كمارون لسان العرب ذاك لسان العرب انت توا ذاك هبطوا يتسكك. دونك ثعبان جواب صحيح، ثعبان جواب صحيح. زهيرة نعم 30 ثانية وفصلوك على 600,000 تشاور فيهم انت وميمة بن حفصي. سؤال يقول في اول عام مشى فيه كريستيانو رونالدو للريال مدريد شنية الرقم اللي لعب بيه؟ 7 10 ام 9؟ في أول عام مشى فيه كريستيانو رونالدو ريال مدريد شنو الرقم اللي لعب بيه؟ 7 10 ولا 9؟ 9 ولا 7؟ 7 7 7 9. أنا نقول 7 9 7 7 7. آه عامل مخك سيخ سيد. 7 7 7 7 7 7 7. يا زهيرة نعم. اللي قاعد يفسكي لك في الدار هذا شكون؟ ساع بنتك ولا ولدك؟ اللي قاعد فيك في الفوسكه في الدار شكون؟ ها خاطرك تعرفش علاش قلت لك السؤال هذا؟ خاطر كان سمعت كلام اميمه من الاول قبل ما تبدل رايها وتتاثر. راك جاوبت صحيح، هو جاوب 9 ماهوش 7 9. بدا 9 بعد ولا 7 بعد ولا ب 7 بعد ولا ب 7 دونك تو شكون يربح؟ يا زهيرة كارك سمعت كلامها، كارك سمعت كلامها. ميسالش يلا ميسالش باش نمشيو للسؤال براج لبنت مرة أخرى يديكم على البزر. وعلي أنا ومريم اليوم نعديو في الباك. سؤال يقول شنو هو أول برج في ترتيب الأبراج الفلكية؟ أميمة مريم الجدي مش يبدأ جا خلال اليوم. جوابك غلط أميمة بن حفصي والحمل. أميمة مرة أخرى، زهيرة فرصتكم باش تربحوا 600 دينار اليوم. كاش دار لي بيتين وحبش توفى الميزيون. يلا أميمة السؤال يقول زهيرة شنية البلاد اللي هدات تمثيل الحرية للولايات المتحدة الأمريكية لاقتراحات؟ ألمانيا ألبانيا فرنسا؟ فرنسا سور. زهيرة فرنسا. فرنسا مبروك عليك 600 دينار يا زهيرة، مبروك عليك 600 دينار كاش من اداء اتصالات تونس. علاش كنت حاب تسلم فيسا 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 زهيرة؟ نسلم على أميمة ياسر، ونسلم على أمي إن شاء الله. يعيشك شكون نجاح مازلت معايا؟ انت زادة بوندشا قيمته 100 دينار من اداء اتصالات دينار. سلام مبروكين عليك نجاح. خلي لك كلمة ختام على شكون تحب تسلم فيسا فيسا. عايشك أميمة بن حفصي. على أميمة بن حفصي ميرسي بوكو نجاح، ميرسي بوكو زهيرة، مبروكين عليكم. عفيفة الزمني من سوسة هي اللي ربحت في الديجيتال 600 دينار، مبروكين عليها من اهداء اتصالات تونس. يا عفيفة ان شاء الله مبروكين عليك. هكا حلقتنا اليوم وفات، نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. ميرسي بوكو دالي بايو المايسترو في الاخراج، ميرسي اف ام تي في ليكيب الكل يعطيهم الف صحة، كجة في اعداد هالصورة المزيانة، مي زهرة في الاعداد، ميرسي وميمة بن حفصية، ميرسي مريومة يعطيك الف صحة اللي نورتنا اليوم بوجودك. نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. رخصة من الناس كل، باي باي.